السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع أخواتي في باكستان وفي كل مكان من العالم. أنا الدكتورة رفيدة الحبش، دكتورة في الشريعة الإسلامية، مستشارة في قناة إقراء الفضائية. أنا في الأصل من سوريا ولكن الآن أعيش في كندا. بمناسبة يوم الحجاب العالمي، أنا أفتخر بحجابي طبعا لأنني مسلمة ولأن الله تعالى أمرنا بالحجاب، فنحن نرتدي الحجاب تطبيقا وتنفيذا وطاعة لأمر الله تعالى وأمر رسوله. بالطبع أنا حرة في اختياري ألبس الحجاب أو لا ألبس، هذا اختيار لي، لكني إذا كنت أحب الله وأحب رسوله فأطيع أمر الله وأرتدي الحجاب. الحمد لله أننا هنا في كندا في كامل الحرية، كل إنسان حر يرتدي ما يريد، يذهب أينما يريد، يصلي، يعبد الله تعالى كما يشاء، فالحمد لله هنا يوجد حرية دينية وتفهم وتعايش لكل الديانات، المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي، كل إنسان حر في لباسه، في اعتقاده، في عبادته، في تصرفاته. الحمد لله تعالى، وهذه رسالة من كندا.